اليوم سوف نتعلم حرف الظاء. ظاء وفوقه نقطة، ويكتب هكذا في أول الكلمة، ويكتب هكذا في وسط الكلمة، ويكتب هكذا في آخر الكلمة. ظاء وفوقه فتحة ويلفظ ظ. ظاء وفوقه ضمة ويلفظ ظو. ظاء وتحته كسرة ويلفظ ظي. ظاء وفوقه فتحة ظ مثل ظلام. ظاء وفوقه ضمة ضو مثل ظروف. ظاء وتحته كسرة ضي مثل ظل. لقد انتهينا يا أصدقائي. إذا أحببتم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.